سبب سموتش جملة لري جمل الأسباب والنتائج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة الأحبة، أهلا وسهلا بكم مع الدرس 30 من دروس تعلم اللغة التركية للأجانب المستوى المبتدئ الثاني يابانجلر إيشين تركشا إسطنبول كتابه آيكي. نتحدث اليوم في درس القواعد الثالث من الوحدة الثانية، يتحدث عن ربط الجملتين ببعضهما عبر ذكر السبب والنتيجة. لأنني مريض لم آتي على العمل إلى العمل، لأنني جائع أكلت كثيرا، أكلت كثيرا لأنني جائع، كنت نائما ولهذا السبب لم أرد على اتصالك الهاتفي، أيضا هذه سبب ونتيجة. نقرأ، نبدأ بالقراءة. باولاتشلر، الروابط، هذه الروابط التي سنتحدث عنها اليوم تربط بين السبب والنتيجة. چونكو، الرابط الأول چونكو، لأن. الرابط الثاني بو سبب لا، لهذا السبب. الرابط التالي بو ندن لا، نفس المعنى أيضا لهذا السبب. بو يزدن، من هذا الوجه، يعني أيضا لهذا السبب، وتستخدم في أكثر الأحيان للأمور السلبية بو يزدن. بنون إتشن، لأجل هذا. نرى أن الروابط كلها تحمل معاني متقاربة، ما عدا تشنكو، تشنكو لأن، البقية لهذا السبب، بسبب هذا، لأجل هذا، وهكذا. طيب ماذا يقول لنا في شرح القاعدة؟ يقول لنا بو يابولر cümleler arasında sebep sonuç ilgisi kurarak cümleleri birbirine bağlar. Bu yapılar, هذه البنى، yani هذه الكلمات، هذه الصيغ، cümleler arasında بين الجمل sebep sonuç ilgisi علاقة السبب والنتيجة kurarak تؤسس، هذه الكلمات تؤسس علاقات السبب والنتيجة بين الجمل cümleleri birbirine bağlar. فتربط الجمل ببعضها، بادر تربط الجمل بربطنا مع بعضها. نبدأ بقراءة الأمثلة. أرنك، المثال الأول. geçen hafta okula gitmedim. geçen hafta، الأسبوع الماضي، okula، إلى المدرسة، gitmedim، لم أذهب. çünkü، لأن، hastaydım، كنت مريضا. الأسبوع الماضي لم أذهب إلى المدرسة، هذه نتيجة. çünkü، السبب، çünkü، بعد çünkü يعتسب، لأنني hastaydım، كنت مريضا. في الأسبوع الماضي لم أذهب إلى المدرسة لأنني كنت مريضا. الجملة التالية hastaydım، كنت مريضا، ولهذا السبب، bu sebeple، geçen hafta okula gitmedim، لم أذهب إلى المدرسة في الأسبوع الماضي. إذن عندنا çünkü هي عكس البقية. أقول عندما أستخدم çünkü، أستخدم في البداية النتيجة ثم أضع السبب. أما عندما أستخدم بندن لا بوسونج لا، أولا أستخدم السبب ثم أضع النتيجة. نعيد، مع چونكو يأتي في البداية النتيجة ثم السبب، مع البقية يأتي في البداية السبب ثم النتيجة. المثال التالي بو كتابو أكودم، قرأت هذا الكتاب. ذا چوك بياندم، وأعجبني كثيرا، وأعجبت به كثيرا. بو، إذن هذا هو السبب. بو يزدن، لهذا السبب، إذا في البداية السبب، الآن سنأتي إلى النتيجة. سيزا توصية، سيزادا لكم أيضا توصية، ديورم أوصيكم. لقد قرأت هذا الكتاب وأعجبني كثيرا، ولهذا أوصيكم به، يعني أوصيكم أن تقرأوه. الجملة التالية سونكي أورنيك دون çok مشغولتم، دون البارحة çok مشغولتم، كنت مشغولا جدا. بنون إتشن، لأجل هذا سني أرمدم، لم أتصل بك. البارحة كنت مشغولا جدا، هذا هو السبب. بنون إتشن، لأجل هذا سني أرمدم، لم أتصل بك. الآن التمارين. التمرين يقول أشادكي بوشلوكلاري çünkü بسبب لا بندن لا بيزدن بنون إتشن إلى دولدولارم. أشادكي بوشلوكلاري، الفراغات التي في الأسفل، دولدولارم، لنملأها إلى ب. بماذا؟ ب، لأجل هذا، بيزدن لهذا السبب، بندن لا لهذا السبب، بسبب لا لهذا السبب، چونكو لأن. كما ذكرت بيزدن في كثير من الأحيان تستخدم بالأمور السلبية. الجملة الأولى دون çok yoruldum، البارحة تعبت كثيرا. toplantımız çok uzun sürdü، اجتماعنا، toplantımız، çok uzun، طويلا جدا، sürdü، استمر. تعبت البارحة جدا، اجتماعنا استمر كثيرا طويلا. إذن لأن اجتماعنا استمر طويلا، çünkü toplantımız çok uzun sürdü. إذن هذه هي النتيجة
ثم بعد هذا ذكر السبب لذلك وضعنا تشنكو. تشنكو معناها بالعربية لأن، كل ما كان نضع فيه لأن نضع بدله تشنكو وانتهت القضية. الجملة الثانية، علي çok tembel. علي كسول جدا. صباحları çok geç kalkıyor. صباحları في الصباح çok geç متأخرا جدا kalkıyor يعني. علي كسول جدا ولهذا السبب ينهض متأخرا في الصباح. إذا نريد أن نقول لهذا السبب بو يزدن، لهذا السبب هنا أمر سلبي لذلك نقول بو يزدن. الجملة الثالثة، üçüncü جملة، geçen yıl tatile Paris'e gittik. geçen yıl السنة الماضية، tatile إلى العطلة، Paris'e gittik ذهبنا إلى باريس. في السنة الماضية ذهبنا إلى باريس، إلى باريس من أجل العطلة. ve çok para harcadık. ve çok para ve malen kefiren harcadık sarafna. ve sarafna malen kefiren. bu yıl tatile gitmiyoruz. هذه اليوم هذه السنة بو يوم تعطيلة إلى العطلة gitmiyoruz لن نذهب. في السنة الماضية ذهبنا في العطلة إلى باريس وأنفقنا مالا كثيرا هذه السنة لن نذهب. إذا سنقول لهذا السبب بو يزدن بنون إيشين بنون إيشين بو يوم تعطيلة gitmiyoruz ولهذا لن نذهب إلى العطلة في هذه السنة. نستطيع أن نقول بو يزدن بو يزدن، نستطيع أن نقول بو ندلة وهكذا. الجملة الرابعة، أيلينلر geçen hafta bize gelmediler. Aylinler, beyt Aylin, ailetu Aylin, geçen hafta, الأسبوع الماضي, bize, إلينا, gelmediler, lem yetu. الأسبوع الماضي, ailetu Aylin, lem tezurna, onlar Japonya'ya gitti. لقد ذهبوا إلى Japonya. إذا, lem yetu إلينا, لماذا? لأنهم ذهبوا إلى Japonya. نريد أن نستخدم عبارة لأن فنقول çünkü. الجملة الخامسة، beşinci cümle, sınavdan çok az puan aldım. أخذتُ aldım çok az puan. Puan علامة çok az. قليلة جدا sınavdan من الامتحان. أخذتُ في الامتحان علامة قليلة جدا. ولهذا السبب annem bana kızdı. Annem أمي bana kızdı. غضبت علي. إذن bu nedenle. Bunun için. Bu yüzden. Bu yüzden annem bana kızdı. إذن نستخدم هذه العبارات كما قلت كلها في المعاني متقاربة إلا çünkü كلها لهذا السبب لهذا السبب لهذا السبب çünkü معناها لهذا. السؤال التالي يقول أشادك كلمة إلى بالجمل التي بالكلمات التي في الأسفل بيش جملة خمس جمل يزاد لنكتب لنكتب خمس جمل مع الكلمات التي في الأسفل عندنا كلمة çünkü çok yoruldum تعبت كثيرا çünkü hiç yemek yemedim او çok acıktım çok cüetu kathiran انا جائع جدا çünkü sabahtan beri yemiyorum لانني من الصباح الى الان لم اكل شيئا. بو سبب لا، ماذا نقول جمله بو سبب لا؟ انتم ضعوا جمله مثلا صباح اركان kalktım نهضت مبكرا في الصباح بو سبب لا çok iş yaptım لهذا السبب عملت اعمالا كثيرا bu sebeple vaktimden çok istifade ettim, çok yararlandım. İstifadetu kathiren min vakti ve hakeza. Bu nedenle mesela ماذا نقول bu nedenle ve lihâzâ sebeb? نستطيع أن نقول كثيراً. نقول عندي قلم، قلمي var. Bu nedenle senden kalem istemeyeceğim. Ve lihâzâ sebeb lan atlubu minke kalem mesela. Bu yüzden lihâzâ sebebi أيضاً. Sınavdan çok az puan aldım. Bu yüzden babam bana çok kızdı. في الامتحان أخذت علامة قليلة جدا ولهذا غضب علي أبي. هذه سرقة من الجملة السابقة لكن بدلا أقول أمي قلت أبي. مثلا بنون إيتشين مثلا أكلت كثيرا ولهذا فأنا مرهق فأنا مريض مثلا çok yemek yedim bunun için hastalandım لأجل هذا مريضت لا قدر الله. هذه هي الجمل الخمسة. أنتم تستطيعون أن تكتبوا الجمل التي تحبون والتي تشاءون والتي تريدون. لا تنسوا كتابة الدرس، كتابة الأمثلة، كتابة التمارين على الدفتر، استخراج الكلمات الغريبة وحفظها واستخدامها في جمل مفيدة. ولا تبخلوا علينا بنصائحكم واقتراحاتكم على العناوين الموجودة في مربع الوصف. دمتم من المتقين الأبرار المحسنين الأخيار ودام التوفيق مصاحبا لكم ودامت السعادة متراقصة على شفاهكم ودامت السعادة تملأ قلوبكم ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موعد جديد.
نرغب في اللقاء وتحصل المواعيد.